وللحديث أكثر عن برنامج سكني ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم. أهلا بك سيد سيف، يعني بداية هل لك أن تطلعنا على تفاصيل الدفعة الثانية من برنامج سكني؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. اليوم برنامج سكني أعلن عن الدفعة الثانية مستهدفة لهذا العام والبالغ 300 ألف منتج سكني وتمويلي. الدفعة الثانية شملت أكثر من 20,500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وما يطلق عليه المنازل المتلاصقة، إضافة إلى أراض مطورة مجانية توزع في عدد من المحافظات والمراكز، وكذلك قروض عقارية مدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية. الوزارة ومثل البرنامج سكني ستواصل بإذن الله مع منتصف كل شهر ميلادي خلال هذا العام إطلاق المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية التي تشمل جميع فئات المجتمع وتتوزع على جميع مناطق المملكة حتى الوصول إلى مستهدفها البالغ 300 ألف بإذن الله. سيد سيف، يعني ما هي المناطق الأبرز التي خصصت لها هذه الدفعات؟ طبعا في جميع الدفعات الشهرية يحرص برنامج سكني على شموليته لجميع المناطق، لكن قد تكون المدن ذات الكثافة السكنية التي يزداد فيها الطلب على الدعم السكني تحظى بشيء من بمزيد من الاهتمام، لكون الطلب لديها يفوق مدن أخرى. على مستوى الرياض والمنطقة الشرقية كانت الدفعة الثانية تمثل 66%. نتوقع بإذن الله أن تكون الدفعات المقبلة بإذن الله متوزعة كذلك على جميع المدن، وعلى وجه التحديد مدن الرياض والمنطقة الشرقية وجدة لتلبية الطلب السكني المتزايد فيها. ما هو الوقت المتوقع لتسليم هذه الدفعات؟ طبعا المنتجات السكنية متنوعة ما بين الوحدات السكنية والقروض والأراضي. الأراضي توزع بشكل فوري بعد معاينتها والموافقة عليها. الوحدات السكنية هناك نوعين، هناك وحدات سكنية جاهزة أيضا تسلم بشكل فوري وبدأنا فعليا بتسليم بعضها حتى الآن. الوحدات الأخرى هي تحت الإنشاء، يتم تسليمها خلال مدة تتراوح ما بين عامين إلى 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد بعد زيارة المعارض المتوزعة على جميع مدن المملكة. أستاذ سيف، يعني بعض المستفيدين الذين تم ترشيحهم على بعض المشاريع يجدون أن الوحدات قد اكتمل حجزها بعد زيارتهم للمعرض، ماذا عن هذه الحالات؟ طبعا صحيح هذه الحالات قد تحدث أحيانا في بعض المعارض على مستوى مشاريع الوزارة في بعض المدن، وهذا يعود إلى كثرة الإقبال وشدة الإقبال على هذه المعارض وحجزها بشكل كبير. في كل الأحوال جميع المستفيدين الذين يتم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية، الوزارة من خلال برنامج سكني ملتزمة بتوفير منتج سكني يلائمه. من لا تتوفر له وحدة سكنية في أحد المعارض بعد اكتمال حجزه سيعود إلى قائمة الانتظار مجددا حتى يتوفر له منتج آخر بإذن الله. نعم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان الأستاذ سيف السويلم، شكرا جزيلا لك.